هذه الجائحة. من بينها جمعية راديوز، إن يلتحق معنا مباشرة رئيس جمعية سيد قدى الشافعي. أهلا بك سيدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام سيد قدى الشافعي، يعني أنتم كجمعية راديوز أيضا كانت لكم يد عون في هذه الجائحة من خلال تقديم مختلف المساعدات، يعني هل لك أن تفصل لنا أكثر؟ أولا وقبل كل شيء أشكر قناة النهار على المجهود لكم تديروه من أجل إيصال المعلومة وتوعية المواطنين. يعني أنتم كطرف مهم مثل الجمعيات، مثل رجال مخلصين لهذا الوطن، من أسلاك الأمن، من السلك الطبي، من الدولة الجزائرية فيما يخص محاربة هذا الوباء. شكرا لكم. قبل كل شيء أختي زهور، أعزي كثير العائلات التي أصابها يعني هذا الوباء، ونقول لهم هذا يعني واش نقول، ربي يصبرهم وان شاء الله اهلهم يكونوا من الجنه، ويتذكروا يعني في اي مناسبه بان كاين هناك يعني رجال راهم واقفين مثل اسلاك الطب، يعني اللي راهم يضحوا بالعائله تاعهم. واش نقول لك، هنا يعني عندنا اطباء ما شافوش العائله تاعهم تجنبا لما هو اخطر يعني منذ 10 او 15 ايام يعني، وهذا تحدي كبير فيما يخص يعني الحضور تاع جمعيه راديوز في هذا الوباء. يعني احنا منذ يعني بداية هذا الوباء كنا حاضرين ومتجندين يعني بالشيء اللي قدرنا عليه، والحمد لله كنا قمنا بالعملية التحسيسية بداية، وكنا كأول جمعية رياضية بحضور نجم كرة القدم الجزائرية الخضر باللومي والملاكم مصطفى موسى وكذلك مجاهد بن زرقا وفوسي، قمنا بتحسيس وقمنا كأول جمعية بقيام بعملية يعني التلقيح هنا في مقر جمعية راديوز. الحمد لله يعني وزارة الصحة ولا مدير الصحة لي وهران وكذلك السلطات المحلية يعني قالوا لنا باللي المبادرة اللي قمتوا بها انتم تفاعلوا معها المواطنين، كذلك ساهمنا مع بعض الخيرين في هذا الوطن فيما يخص توفير يعني المبادرة فيما يخص الأكسجين اللي هو راه مهم في هذه المرحلة. والشيء المهم، الشيء المهم اللي قمنا به كذلك، رحنا عند الـ يعني اللي متكلفين بالدفن وكذلك بناء المقابر. تعرف باللي ان المشكله صعبه عندما يدفنوا العائله تاعهم، يعني احنا تجندنا ويعني وتكفلنا ماليا ببعض العائلات المعزه اللي ما عندهاش يعني، ومعنويا منحطه. تعرفي باللي يكون عندك قريب وفجاه يعني وراها القلب اللي تروحي المقبره وتخدمي لها قبر وديري، يعني احنا تجندنا مع هذول اللي متكلفين ببناء المقابر، وقلنا لهم رانا هنا باش نساعدوا العائله المعوزه يعني، والقبر يكون عندنا. تعرف في القبر يعني حتى يعني يكون بقيمه مليون ولا اقل يعني، وتكفلنا بهذه يعني المهمه. فيما يخص التلقيح دائما واش نقولوا، يعني بزاف ناس يعني ماشي متقبلين هذه الفكره، وحنا نعاتبوا الناس. يعني هل قمتوا بحملات تحسيسيه المواطن؟ نعم، قمنا هذه المره الثالثه، الاولى قمناها في المقر يعني بحضور ابناء الحي والرياضيين، باش تكون هناك تعرفي لاعبين تاع كره القدم عندهم متابعه كثيره يعني وكبيره عبر التواصل الاجتماعي، والناس تحترمهم. كي يشوفوا واحد كيما الخضر باللومي ولا الملاكم موسى مصطفى يعرفوا باللي هادو الناس يعني هم حاسين بالخطر وقاموا بالتلقيح الاول والثاني يعني، والحمد لله راهم يشوفوهم يلعبوا كره القدم ويمارسوا الرياضه، يعني هذا ما راهش ياثر عليهم. وحنا هنا نعاتبوا ونقولوا الناس حرام عليكم، حرام عليكم شكم ديروا وتقولوا المواطنين هذا ماشي لقاح خاطر على صحتكم وكلش، ويعني الغضب الكبير تجي من الناس اللي يعني اللي باينين عندهم يعني واش نقول لك، يعني عندهم عداوه مع النظام تاعنا يعني، ويحوسوا يخلقوا قطيعه بين الناس المخلصين لهذا الوطن والشعب الجزائري والدوله اللي توفر اللقاح. يعني واش نقول لك، الكمال لله، ما هيش دوله ايطاليا واسبانيا وفرنسا والدوله والسلطه والدوله تاعها عزت السنه الماضيه يعني باش تحارب هذا الوباء. شتنا الناس يعني تموت في الرصيف، تموت في الشارع، المستشفيات يعني ولقوا عجز كبير باش يسلكوا المرضى، وشتنا يعني وفيات كثر، لكن قاموا بالتلقيح. وراكم تشوفي انا كرياضي نقول البطوله الانجليزيه والاسبانيه والفرنسيه راه كاين حضور جمهور يعني من هذا. وانا ك يعني جمعيه رياضيه نقول لكم، باغي انتم لي تدخلوا العام الجاي ستاد وتسيبورتو يعني وتعاودوا تولوا الاهازيج تاع شبيبه القبائل وفاق سطيف مولوديه طهران مولود الجزائر الى اخره كاع الفرق، ديروا التلقيح تاعكم وتجنبوا. دروك انت راك بصحتك وراه عندك المناعه، احنا
احنا نقولوها وقلنا لهم انت ينزم الكل هذا الوباء اللي عين دلتا هذا الخطير هذا كما نقولوا يقولوا شنو ربي يجيبها ربي يجيبها لهذا المرض هذا فهمتي اختي غير بس شويه نخرقوا من الفرجه والمت او يعني وشويه البسمه في هذه الحصه يعني نقولوا لهم يعني انت عندك المناعه بصح الوالده تاعك والاخت تاعك والجده تاعك والجار يعني تكون ناقل هذا المرض ينقل لك هذا المرض ويقضي عليه تمتم يقضي عليه تمتم والله كيما احنا رانا مخاطرين بنفسنا انا عمر مرة يعني نروح نتنقل يعني الى المستشفى وندي جماعتي كل شيء وهنا اشير الى نقطه مهمه رغم شوفي اختي زهور رغم انه الحظر راه على التامينة الا ان اسلاك الامن سواء من الشرطه والدرك راهم يعني يتفاعلوا مع المواطنين كيشوفوهم بالسيارات تاعهم ويدوا المرضى تاعهم سواء لشراء الادويه سواء للذهاب الى المستشفى يعني تشوفي يعني خروج استعجالي مضطر يعني اضطراري والله ما يحوسوا على كوعتهم يعني احنا رانا ندلوا ولا البطاقه ولا عطيني تاع الطبيب وكلش يعني احنا خطره في الليل نتجندوا بالسياره تاعنا تاع جمعيه راديوس ونتنقلوا نلقوا الناس هكا غاديين يتمشوا تعرفي باللي يعني وسيله النقل يعني سياره الاجره وانا هنا يعني المطلب تاعي ان شاء الله لوزاره النقل باش تشوف مع الولاد يعني يجندوا يعني حوالي ما نقولوش بكثره يعني أموا 100 سياره اجره تكون يعني يعطوها الرقم تاعها سبيسيال هذا تاع الوباء باش يتصلوا بهم مواطنين مين تكون عندهم امر مستعجل وتعرفي على باكي باللي كاين امور بزاف سلكتها سياره الاسعاف وسياره الاسعاف ما مش يقدروا الله يحسن عاونهم الحمايه المدنيه اكيد عندهم ضغط ايضا متجندين في متجندين كذلك متجندين اختي زهور يعني في مختلف المستشفيات وحتى في الحوادث الاخرى يعني حوادث المرور خطره المستشفى كاين بزاف الناس وهنا كذلك نقطه استفهام هاو دوك الدرك الوطني والشرطه راهم يتعاملوا عليكم بليونه انتم ليكم تروحوا شاطئ البحر راهم يقول لكم روحوا لدياركم روحوا لدياركم وهنا اؤكد على دور الناس اللي راهم عندهم الرشد الاباء والامهات وهذو الناس الكبار ما تخلوش ولادكم يروحوا البحر سيدي تعرفوا باللي الطبيب قالكم الاطباء باللي البحر منطقه خطيره لذلك هذو المرشيات حاولوا تروحوا المرشي والسوق الشعبي ولا سمحي لي نتكلم بالدارجه بس تفضل اكيد خاطرك تطلعوا النيفو تاع اللغه العربيه يقول لكم راكم تطلعوا لنا النيفو ما نفهمولهم نجيبوها لهم بالدارجه خير اختي صغور خدموا حرام عليكم وانا اللي عارف كاع اللي كان ماشي كاع اللي كان ما كانش امن بهذا الكورونا ووفات له قريب ولا توفى له يعني واحد يعني عزيز عليه راه يروح ويبلغ رساله يقول لهم جماعه انا تاني كنت نستهزأ تاع راحت لي بويا وامه واختي وجاري وعمي وجدي عرف باللي هذا الوباء خطير اللي نتمنوا اختي زهور ان شاء الله يكون ان باساج من هنا اختي ما نطولش عليك ندائي الى جميع الشباب والرياضيين اللي عنده كاس لسان حلو واللي عنده كاس كلمه وخصوصا الائمه وكاع الناس اللي يسمعوا لهم في الحي تاعكم والقرى والمتاجر جندوا المواطنين ووعوهم ما ينفع غير التلقيح شويه بافات شويه تباعد وان شاء الله يبقى هذا المرض كذكرى سيئه. طيب قبل ان نختم فقط الاتصال سيد قداشاف يعني ماذا قدمت النخب الرياضيه في هذه الجائحه؟ النخب الرياضيه واش قدمت؟ كل واحد على حسب المجهود تاعه، انا من هنا نسمع رؤساء الفرق راهم يقدموا لي بريم دو ماتش ماغري المشاكل اللي راهم عندهم. انا نقول ان اللاعبين تاع القسم الوطني الاول في هذا الوباء ولا الاصيبه ما كاش الرياء. هذه اللي يقول لك ما نبينش روحي ما يلقش نديرها في السر، اخويا غير بين روحك وخلي الناس يعاندوك. برك ما هذوك التفلفس تاعك لا دير 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 الخير في السر كيما احنا خطرات يقولون على تبينوا رواحكم. انا كجمعيه رياضيه انا مانيش رجل اعمال، انا بويا ما خلانيش رزق كبير، انا مانيش جو سي با يعني اقتصادي كبير، انا رئيس جمعيه. الناس راهم يجي يقولوا لي روح وصل الامانه وروح وصل المساعده. الناس انتم ثاني كذلك رياضيين اخويا ما فيها والو كيما ربي رزقكم. والدوله هذو ناكد لي مره اخرى هذا المال اللي راه يسير الرياضه الجزائريه مال الدوله الجزائريه، مال المخلصين تاع هذا الوطن، ما فيها والو. اقلعوا شويه من المكتوب اللي راه عندكم وساعدوا خوتكم المغبنه، ساعدوا خوتكم المغبنه، راه كاين الناس يوصلوا الرساله كاع. وانا ناكد مره حرام حرام اختي زهور اللي راهي بزنس في هذا الكوفيد، والله غير تخرج له في ولاده تخرج له فيه، باسكو حرام عليك حرام عليك ناس يعطوك شويه يعطوك مساعده ويتكلوا عليك وتروح تقلع منها ولا ما توصلهاش كاع،
حرام حرام حرام، وهذه فئة قليلة قليلة جدا ولازم نحاربوها ولازم الناس حتى الذين يرفعون من سعر قارورة الأكسجين أيضا. ما أختي أختي زهور، هادو جو سي با بكري كانوا فقراء أوكي، ورزق الله من ربي رزقهم يزيدوا يربحوا فوق الربح تاعهم. أنا نتمنى حاجة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يا ربي الكورونا ما توصلش للقارب تاعك ولا اللي عزيز عليك، ومن بعد تقول يا ربي دخل درهم الحرام دخل حرام. يا أختي القارورة تنباع بسومة وصلها بسومة. أنا عندي في الليل باريك زوب نروح حي السلام ونلقى هادوك يديروا العشاء مساكين جايين من كاع الولايات. هادوك مساكين ما ينجموش في الروتور كي يولوا ينجموا يديروا حادث مورو باسكو ما يرقدوش في الليل. حنبوك أختي زهور سيجي بالنوم في الغرفة تاعك يعني وانت مريح وكل شيء وبعيد على اولادك، ومن بعد تروح كي يوصلوا لك داك الاكسجين تروح تبيعها بسومه وكل شيء وكذا وكذا. لا وانا ما درنيش، هادو راهم فئه قليله ربي يهديهم ان شاء الله فهمتي. وهذا ما عندي ما نقول، وفريمو فريمو ناكد مره اخرى تحيه التقدير واحترام للطب تاعنا هادوك اللي يخدموا عند الباب مساكين اللي راهم يجيبوا قاروره الغاز. رحت انا للطيبو شفت الناس متجنده والله العظيم وكانه غزوه. شوف الجهات تاع اليوم يذكرني بجوج صوالح اختي زهور كيما يحكوا لي جدادنا، نهار اللي الناس ما خمت ما والو ونبدات السلاح وطردت فرنسا، ونهار الناس اللي حست شوفي سي امبورتون الناس اللي حست بالخطر تاع الارهاب باسكو الارهاب انا حضرت له قلنا الاولى نقولوا زعقه 94 نهار 94 شتنا الناس تموت وشتنا الناس يحوسوا يهرسوا البلاد. تما اتحدوا مع الجيش الوطني الشعبي وقضوا على الارهاب. دروك ثاني اتحدوا ونعاونوا هذه الدوله ونعاودوا المخلصين لهذا الوطن باش نقضوا على هذا المرض ان شاء الله ونتجنبوا يعني الله غالب. اذا راهم يموتوا لنا 500 ولا راهم يصابوا 1000 نحاولوا نوصلوا اقل ما نديروا يعني 10 وفيات 80 اصابه وان شاء الله تنقضوا على هذا المرض ان شاء الله ويبعد علينا ان شاء الله بتضافر كل جهود. شكرا لك سيد قدى شفعي رئيس جمعيه راديو، شكرا جزيلا لك. اذا نتوقف الان مشاهدينا.